نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار، ونسأله جل وعلا برحمته الواسعة أن يجعلنا من عتقاء رمضان الذين صاموه وقاموه احتسابا وإيمانا وإخلاصا لله الواحد القهار. قبل أن ندخل في موضوعنا أيها الإخوة الكرام، يجدر بي أن أذكر في هذا المجلس المبارك أحد الصالحين إن شاء الله ممن كان يحضره قبل وقد اختاره الله عز وجل إلى جواره، ذلك أنه قد علم فعلا وتواتر أن أخانا الحسين اللودي رحمة الله عليه قد توفي أمس، وقد صار الناس في جنازته، وأحب هاهنا أن أقول كلمة، ذلك أني كنت أبصر هذا الشخص من قبل، وكنت أبصر فيه فعلا سمت السلف الصالح، وكنت والله عز وجل يشهد على ذلك أذكره لبعض الناس ولبعض الإخوة الصالحين وأقول إن فيه أمارات الولاية، الولاية التي يتحدث عنها القرآن بحق وتتحدث عنها السنة النبوية بصدق، كانت متمثلة في صورة من صورها في هذا الرجل رحمه الله. وكلما رأيته شهد الله حضرني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. وأذكر أن آخر لقاء لي به كان أمام هذا المسجد في هذا الباب المقابل، رأيته وفرحت به وقبلت رأسه سبحان الله، وكان ذلك أحسب آخر لقاء بيني وبينه حتى وصلني نعيه وخبر وفاته. من أهم الأشياء التي كانت تعجبني في هذا الرجل والتي أحب أن أذكر نفسي بها، عسى أن نقتدي به جميعا في هذا، لأنه إنما كان مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان كثير الصمت، والذي يعرفه يعرفه، ما سمع منه قط كلمة سوء في رجل، كان منسوبا إلى الذين تتلمذوا على الدكتور تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين، لكن الناس داخلتهم الدنيا، فمنهم فعلا من بدل وغير، ومنهم من ثبت على النهج الصالح الصحيح. وأحسب أن هذا الرجل كان متميزا، ما كان يفخر بما عنده ولا كان يشعر بكبرياء ولا بفخر، كان متواضعا 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 إلى أقصى وأرفع ما يكون التواضع، لأن التواضع لا يكون إلا رفيعا مرتفعا، من تواضع لله رفعه. كان كريما أيضا، كان كريما، شخص عجيب من حيث الكرم، معلوم أنه شخص يعني متوسط الحال، ولكنه مع ذلك كان يفتح بيته لكل خير ويسهم في كل خير حسب طاقته ووسعه، وكان من جنود الله في الخفاء فعلا. هذا الرجل الصالح ذي السمت الهادئ، فيه هدوء وطمأنينة وسكينة عجيبة، ومعلوم أنه كان يعاني من مرض قاسي، ومع ذلك يصبر ويحتسب، وكان ينقل خطاه بثقل، يعني خطوته نظرا للمرض الذي أصابه أيضا في رجله بحيث انتفخت بشكل عجيب، مع ذلك يجر هذه الرجل إلى المسجد في الصلوات الخمس، شيء عجيب حقيقة. يعني كان شوق ما يملأ قلبه، كان نور ما ينبع من عينيه وبصيرته للذين يعرفون الولاية في الأشخاص حقا، ومع ذلك يجلس المجلس ولا يؤبه له، يعني كيحضر في الموضع حد ما يسقلوا الخبر. وكذلك أولياء الله الصالحون فعلا إذا حضروا لا تكون لهم أبهة، وإنما هم مع المساكين، كما هو في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أن يحييه الله مع المساكين وأن يبعثه مع المساكين، كان فعلا يشعر بالعبودية، ترى فيه سمت العبد، العبد، العبد لله، وإنما العبودية تواضع وفقر إلى الله جل وعلا. واختيار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا لا ملكا رسولا، إذ خيره الله عز وجل بواسطة أحد الملائكة وكان معه جبريل أيضا، فقال له: يا محمد، إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا، فاختار فقال: إني أحب وأختار أن أكون عبدا رسولا. ولم يزل كما وصفه الصحابة في السيرة الصحيحة الثابتة يجلس، أي النبي عليه الصلاة والسلام يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. أشهد أن هذا الرجل الحسين اللودي رحمة الله عليه كان مقتديا بصفة رسول الله هذه، يجلس فعلا كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد ويخرج كما يخرج العبد، لكنها عبودية لله، عبودية فعلا هي كأزكى ما تكون العبودية، وكأرقى ما يكون التواضع، وكأجمل ما يكون الإخلاص والمحبة.
احسب فعلا أن المحبة كانت تملأه وتقوده إلى المساجد، هو من ذلك النوع الذي قيل فيه في الحديث ورجل معلق قلبه بالمسجد، وفي رواية بالمساجد، منذ أن يخرج منه حتى يعود إليه، يعني يبقى الإنسان، هؤلاء المحبون، هؤلاء الأولياء، إذا خرجوا من المسجد تعلقت أشواقهم وملأهم الحنين إلى العودة إلى المسجد، يعني لا يخرج كأنه خرج من السجن يجد الراحة خارجه، بالعكس لا يجد راحته إلا بالمسجد. فرحمة الله عليه وأوسع عليه في جنة الرضوان، وجعله إن شاء الله من الصديقين مع الشهداء مع الأنبياء مع الصالحين، وجعلنا على إثره إن شاء الله من الثابتين لا مبدلين ولا مغيرين، آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعود إذن إلى ما نحن فيه، وأذكر أمرا آخر بحول الله عز وجل ونحن في رمضان، ورمضان شهر القرآن. قرأت هذا الفجر هذا الصباح بعيد صلاة الفجر حديثا موقوفا على صحابي، بل هو من عمل الصحابة، من عمل الصحابة. ومعلوم أن السنة كما تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من الصحابة إذا ثبتت، لأنهم الذين فهموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطبقوها أحسن تطبيق. وذلك حديث رواه الإمام الطبراني بسند صحيح ثابت، أن أنس بن مالك، أن أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي المعروف الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، كان إذا ختم القرآن يجمع أهله وولده، يعني ولده ذكرانا وإناثا، لأن الولد في العربية القديمة ذكر وأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما تلقوا الولد في العربية القديمة يمكن يكون بنت أيضا، جمع أهله وولده كلما ختم القرآن يجمع أسرته، أسرة يجمعها، فيدعو الله عز وجل لنفسه ولأبنائه ويشاركونه جميعا، أي النساء والأطفال يشاركونه في الدعاء بختم القرآن، أي بمناسبة ختم القرآن. هذا المعنى هناك أحاديث مسندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنها ضعيفة السند، أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذه الأحاديث أن من بين ساعات الإجابة عند ختم القرآن. إن لم نلتفت إلى هذه الأحاديث الضعيفة فيمكن بل يجب أن نلتفت إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث الموقوف على أنس بن مالك صحيح، ذكره الهيثمي النقادة في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات. فإذن المؤمن على الأقل في رمضان، ومع الأسف كثير من الناس لا يتصل بالقرآن حتى يأتي رمضان، فإذا غادره رمضان غادر القرآن وهجره، فلا لقاء بعده معه إلا في رمضان المقبل إن كان من الأحياء ولم يكن ممن أكلهم التراب. وجب على المؤمن فعلا أن يتصل بالقرآن في رمضان وخارج رمضان. أما وإننا نحن الآن في رمضان شهر القرآن، فلا ينبغي أن تفوت فرصة الختم إن لم تكن ممن يختم هذا الكتاب العظيم، كلام الله جل وعلا الذي تؤجر عليه أيها العبد بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها. وليس هناك في العبادات إطلاقا كلام تسبيح ذكر أي شيء يؤجر فيه العبد بالحرف، الحرف الواحد بالحرف بالحرف، عندك الحسنات 10 الحسنات بالحرف، لا وجود لهذا الأمر إلا في كتاب الله جل وعلا. فاختم القرآن أيها الأخ المؤمن في هذا الشهر المبارك، واجمع أهلك وأبناءك، واسأل الله عز وجل مما طاب لك من أمور الآخرة أولا وأمور الدنيا ثانيا، مما يصلح به دينك ويصلح به معاشك، وكذلك العبد المتزن الوسط يسأل من خير الآخرة ما تهنأ به جنته، ويسأل من خير الدنيا ما يصلح به معاشه من الرزق الطيب الحلال. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعود إلى قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم جل وعلا. كما ذكرت قبل، كل عبارة في القرآن تحتها من الكنوز، كنوز عجيبة ما لا ينتبه إليه الإنسان. ودائما يحضرني هذا المثال العجيب، فعلا يمثل لوضعنا مع القرآن، ولا أحد إلا وهو واقع فيه، وهو أنك تمر على الآيات ولا تدري ما تحتها، لا تدري ما تحتها إطلاقا.
وتحتها من الكنوز العجب العجاب. المثال الذي ذكرته مرارا كوضع العرب في الخليج قبل اكتشاف البترول، كانوا على أفقر ما يكون الناس، إما مشتغلون بالرعي رعي الإبل والجمال، أو مشتغلون بالغوص، يغوصوا في الخليج من أجل استخراج اللؤلؤ، ويموت منهم الكثير. معروفة الصناعة البحرية هي من أسوأ الصناعات وأشقها، خدمة البحر. هكذا كان حاله، ويمرون ببعرانهم، جمع بعير، يمرون ببعرانهم فوق الأرض التي تحتها الكنوز ولا يدري أحد ما تحتها، بحار البترول تتدفق تحت أرجلهم ولا يشعرون، حتى جاء الأجل الذي أذن فيه رب الكون بأن يفتن الناس بالغنى، فاكتشفوا البترول. ولله المثل الأعلى، نحن مع القرآن على وضع مشابه من حيث الجهل بكنوزه وحقائقه، نمر على الآيات والسور ولا ندري ما تحتها. قبل أيام قرأت حديثا صحيحا أيضا مسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكر أن سورة الفاتحة تزن كل ما في الإنجيل. وهذا المعنى ذكرته قبل أن أقرأ هذا الحديث، سبحان الله، حيث وجدت من أحاديث أخرى أن بعض الأنبياء كانوا يقرؤون كتبهم في وقت وجيز، وهو داود عليه السلام. قرأت حديثا له، أي يحكي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ القرآن، والقرآن يطلق على كتابنا هذا الذي أنزله الله إلينا وعلى كل كتاب أنزل قبل، لكنه عالم على هذا الكتاب طبعا. فأحيانا يطلق القرآن ويراد به التوراة أو الزبور أو الإنجيل لأنه يقرأ. قال عليه الصلاة والسلام: كان داود يقرأ القرآن بينما يسرج دوابه. وطرف الحديث بدايته: يسر القرآن أو سهل القرآن على داود، فقد كان يقرأه بينما يسرج دوابه، يعني كان عنده القرآن دياله مختصر الذي هو الزبور، فكان يقرأه بينما يسرج دوابه، يعني من اللي كيعطي الأمر الحركة باش تنطلق ديال الخيل كيبدأ هو يفتح القرآن في القراية يرتل ويتلو، لما كيقولوا له وجدوا الخيل كيكون هو ختم الختمة، يعني أقدر نوعا لا يجاوز نصف ساعة على الأقل، نديروا لي ساعة وهو بعيد ساعة ختم فيها القرآن. معنى ذلك إذن أن هذا الكتاب الذي كان يقرأه لا يجاوز في حجمه سورة البقرة، هذا على أطول تقدير، يعني الله يكون قد سورة البقرة. فوجدت إذن بناء على هذا استنباطا أن الكتب السابقة لم تكن في الحجم على قدر القرآن، بل كتابنا الذي أنزل الله إلينا أو أطولها وأجمعها وأشملها وأوسعها من حيث الحجم ومن حيث طبعا المعاني. وحضرني شيء، وهو أن التوراة مطبوعة اليوم في مجلدات، طبعا يطبعون الكذب، واضح، يعني هم يعني الذين اشتغلوا اليهود بنو إسرائيل اشتغلوا بالتحريف، فزادوا على حجم التوراة أكثر مما فيها أضعافا مضاعفة. أما الآيات الحقيقية الأصلية فحذفوها، وبقي شيء آخر لا علاقة له بالتوراة إطلاقا. ووجدت من الأحاديث بعد ذلك ما يؤكد هذه الحقيقة، أن سورة الفاتحة تعدل الإنجيل، وأن التوراة كلها، التوراة كلها هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران وهل مجرى، يعني السبع الصور الأولى طوال في القرآن العظيم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لكل كتاب من الكتب السابقة مجموع آيات من القرآن. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث، هي عدة أحاديث صحيحة ثابتة تؤكدها الحقيقة التاريخية أيضا، لأن السبع الطوال فيها تشريع، فيها تشريع الحلال والحرام، والتوراة أيضا كتاب تشريع، بينما الإنجيل كان مواعظ، ما كانش الإنجيل كتاب تشريع. فعيسى عليه السلام آتاه الله التوراة والإنجيل بجوج، فالإنجيل موعظة، والتوراة اللي كان قبل منه ديال سيدنا موسى فيه الحلال والحرام. ولذلك سورة الفاتحة هي أقرب إلى الوعظ منها والاعتقاد والتعبد منها إلى التشريع حقيقة، فعلا حقائق ناطقة بنفسها بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح. وذكرت قبل ذلك وبعده قول الله جل وعلا: فيها كتب قيمة. كتب، أي هذه الرسالة، هذا القرآن فيه كتب قيمة، هي الكتب السابقة جمعت كلها، كتب في كتاب واحد. أنت تقرأ القرآن إنك تقرأ الكتب السابقة كلها، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والإنجيل، كل شيء مما ذكر
قبل في القرآن وفي السنة، تقرأه عندما تقرأ كتاب الله جل وعلا القرآن العظيم، وتزيد كتقرأ هذا الشيء وتزيد عليه، تزيد عليه ما امتن الله به على هذه الأمة وما فضلها به. ومن ذلك سورة الفاتحة، فيها ما في الإنجيل من معان، ثم فيها أيضا ما ليس في الإنجيل، لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، حتى في القرآن ديالنا مثلها ما كاينش بحالها. يعني سورة الفاتحة متفردة في القرآن، أعظم سورة في القرآن ديالنا الفاتحة، وليس لها شبيه ولا مثيل في التوراة ولا في الإنجيل، وإن تضمنت معاني الإنجيل وزادت. أيضا أواخر سورة البقرة، أواخر سورة البقرة من قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. من ذلك يعني أواخر سورة البقرة هذه أنزلت من كنز تحت عرش الرحمن، ورد بأحاديث ضعيفة وورد أيضا بأحاديث صحيحة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول. عجيبة حقيقة، والذي تأملها وتدبرها وأبصر بعض حقائقها ينبهر بما فيها من كنوز. وأوتيها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، كما ثبت بالحديث الصحيح علم وأقرأ أواخر سورة البقرة في السماء السادسة اللي كان طالع لعند رب العالمين في المعراج. عجيب هذا. أيضا من الحديث الصحيح الثابت أن الله جل وعلا كتب قبل خلق السماوات والأرض بألفي سنة أسرارا أودعها، أسرارا وحكما أودعها في آيتين هما ختام سورة البقرة. أيضا ماشي غير هكذا، كان جن النبي صلى الله عليه وسلم بدي يعلم الصحابة الآيات التي هي مفاتيح الأسرار التي تطرد الشيطان من البيت. من قرأ أوائل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وأواخر البقرة لا يدخل الشيطان بيته إطلاقا، ويكون محفوظا بإذن الله عز وجل بحفظ الله، ولكن قراءة متدبرة فيها من الصدق ما يوقن قلبك بأن المتكلم بهذه الآيات هو ربك ورب الكون ورب كل خير ورب كل شر، الشر الذي يفزعك تبصر بعينيك من خلال هذه الآيات أن رب الكون يمسك بناصيته. أش غادي يكون هذا الشر؟ بشر، وحش، أي شيء تصوره، شيطان، ما يمكن أن تتصوره من الشر. لا وجود لشيء في الكون، لا وجود لشيء في الكون ما شدوش رب العالمين من جنته من ناصيته يقودوا في نبغى. فالذي أودع ذلك فيه قدير بأن يحبسه عنك بكلمة كن وانتهى. حينما تقرأ بهذه العقيدة، وهذا هو فعلا توحيد الربوبية، حينما تسند كل شيء له وحده بإخلاص، اعلم بأنك فعلا قد دخلت مرتبة الولاية، أنت ولي لله على الأقل في هذه اللحظة. والله جل وعلا لا يخلف وعده ولا يخذلك أبدا، ما يتخلاش عليك طرفة عين، هو معك ولكن ما تزلزل، ما يدخلك الشك، ما يدخلك الريب. ويكون لذلك الكلام الذي قرأت أثره بإذن الله، وتتعجب أنت، أنت تبدأ تعجب من ذلك الشيء، سبحان الله العظيم. وحدث للصحابة حوادث كثيرة من هذا الأمر، ولذلك حينما تذوقوا القرآن وعرفوه اكتشفوه تعلقوا به شدوه شدة واحدة. مشكلتنا نحن اليوم أننا لم نكتشف القرآن بعد، هذه المشكلة. كان زطموا على البترول ما عارفين شرا تحت مننا، نقرأه صباح مساء، نسمعه صباح مساء، مصاحفه تملأ بيوتنا وسياراتنا ومساجدنا، كما عارفين شيش كين. لو أبصر أحد منا بعض حقائق الآيات من سورة الفاتحة أو البقرة أو ما شئت لصارت تسكن قلبك فعلا، تولي تحلم بها بالليل والنهار، لا تستطيع أن تخرج إلا بعد أن تقرأ من القرآن ما يحفظك الله به. سلاح حل لبس الواقي من الرصاص، سلاح واقي يحميك الله به جل وعلا من كل شر ومن كل بلاء. ولذلك فعلا حينما يبصر الإنسان شيئا بصيصا من النور، وإبصار
الحقائق القرآنية ما كيجيش دفعة واحدة، هل لك تبلك واحد تقيبة صغيرة كيدخل منها الضوء وتبدأ تركز وتأمل تتفكر تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ رب العالمين كيطرق علينا طرق شديد قوي، أم على قلوب أقفالها مسدودين. حينما تركز وتطرق على الحقائق القرآنية تنفتح شيئا فشيئا حتى تبصر الحقيقة كاملة. يحدث لنا أمران، إما أننا لا نهتم أصلا قاع ما دينا في هذا الأمر ما سيقين خبر، ومصيبة حقيقة أن الإنسان يعيش مسلم ودوز حياته كاملة ويموت عادي اكتشف القرآن. قل مع الأسف كان عندي في الدنيا وبين ديا ولم أبصر شيئا منه. عندما تموت تبصر حقائقه كما هي، ولكن ما بقى أجر. كذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، دقيق من الحدة، لا يغيب عنك شيء من حقائق القرآن وحقائق الحياة والموت، وتبصر الحقائق كما هي. أبصر الآن قبل أن يفوت الأوان، حاول. إما هذا أو أن يعني أن إما الإنسان قاعد مديه في هذا الشيء، قلت هناك أمران. الأمر الثاني أو أنه قد تبدو له بارقة، هل البرق من اللي كيضرب من النور شيء جميل ولكن سريع ولا يهتم لا يتابع، كيقول عجب كيتعجب ولكنه لا يتابع. وهذا يحدث لنا أغلبنا، أغلبية ديالنا كيوقع لنا هذا الشيء، لأنه ما من مؤمن ممن يتابع شأن الدين إلا وقد رأى شيئا من هذا البصيص، رأى بارقة حينا من الأحيان، حينما يتأمل آية أو حينما يسجد أو حينما يركع يبصر شيئا من حقائق الكون من حقائق القرآن مما قرأ وهو قائم، أو من ذكرى يذكر بها شخص مذكر، أو من أحيانا برامج أشرطة وثائقية دقيقة تبين بعض الحقائق تجعلك تنبهر فعلا. ذلك الانبهار بارقة، حل برق إلى ضرب كي يضرب وكي يخطف. مشكلتنا الثانية أننا لا نستمر، كنملوا ما تملش. أعطاك بارقة احفر تبع. الناس الذين يبحثون عن الدنيا كيحفروا عشرات الكيلومترات تحت الأرض بالوهم، غير كيتوهموا راه البترول تما، ما عندهمش حقائق دقيقه زعما راه 100% كاين هنا البترول، لا غير وهم وهم توهموا، قالوا واقيلا يمكن كاين هنا، ويصبروا ويحفروا عشرات الكيلومترات تحت الارض ويقدر يصيبوا قدر ما يصيبوا والو. وكذلك يحصلوا للفلاحين، وقد راينا هذا في الفلاحات، يجي الراجل المسكين لانه عنده واحد شوق وحرقه باش يخدم الارض ويفلح، ولانه كاين جفاف كما كان في بعض الازمنه بشكل احد وأشد مما هو عليه الآن، هي حفر الناس مساكين ويلقوا الحجر ويديروا المين والبارود وما يلقوا والو، وما كيأسوش كيحولوا الموضع ويعود يحفر البير الأول والثاني والثالث، عاد كيجيب له الله تيسير، أو ربما ما كيلقى والو. لمن أو لأي شيء؟ من أجل الدنيا فقط، من أجل أن يحرف حرث الدنيا. فإذا كنت تريد حرث الآخرة، وما أدراك ما حرث الآخرة؟ وأعطاك الله بوارق، ماشي رب العالمين يعني يظلم عليك قاع في خطره، لا، في امر الاخره نور طريقك. تركتكم على مثل البيضاء، هذيك العباره اللي ما حجه احسبها ضعيفه عندها روايه، ولكن الروايه الصحيحه اللي تهنى عليها هي هذا الحديث هذا، تركتكم على مثل البيضاء، يعني على الطريق بحال طريق البيضاء اللي فيها الشمس في النهار والقمره بالليل، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، غير اللي قلب على البلا، لا يزيغ عنها إلا هالك. تخلي الطريق الواضحة المنيرة المبصرة هي كتشوف، مش غير انت طريق تبصر وتنحرف إلى الظلام. عجيب فعلا، الله جل وعلا بصر العباد ببصائر القرآن. قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر سماها رب العالمين، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنتم ما كتحملوا المسؤولية، وما أنا عليكم بحفيظ، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من المبصرين حقا. القرآن يلقي إليك ببوارقه، تحتاج إلى حضور، حضر شوية الدين ديالك، حضر الخاطر ديالك، أعطي لرب العالمين لحظة من عمرك عساك تبصر، وإنك ستبصر إن صدقت الله عز وجل في هذه اللحظة. حتى إذا أبصرت ورأيت ما رأيت فلا تمل ولا تقول من بعد نزيد نتبع، الآن احفر، فقد بدا بصيص النور دل على ها هنالك، على أن ها هنالك ماء، على أن ها هنالك كنزا، فلمن تتركه؟
لو أنه شي واحد وهمك قال لك ودي راه كاين الكنز تحت هذا الدار فيلا قصر تحت الكنز وحصل لك واحد الشيء ديال الظن يعني اللي خلاك تقول واقيلا هذا الكلام صحيح 100% غادي تريب هذيك الفيلا او انه ما كيتهمكش ديك الساعه وتحفر تما فيها خي وقع اللي بغيوك. الله عز وجل يخبرك بيقين اليقين التام الكامل وقد ايقن المسلمون ان هذا القران كلام الله نقراه كما انزله لا تحريف ولا تبديل. وحينما تقرأ الآية توقن إن كنت مؤمنا مسلما أن الله جل وعلا الذي يتكلم معك بهذا القرآن ما فيهش الواسطة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الواسطة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الكلامية كاين في الحديث القدسي. أما القرآن فقد تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام تلقى كما هو لفظا ومعنا حرف واحد من بدل فيه كما تكلم به رب الكون من علو من الفوق وأتاح لك أيها العبد في قرارة الأرض هذا الكوكب الصغير الضئيل السابح في متاهة من المجرات والنجوم أتاح لك شو هذا التكريم العظيم أتاح لك أن تتكلم بكلامه بكلام رب الكون حقيقة يعني هذه حقيقة قرآنية من أعظم بل هي أعظم حقيقة في القرآن أن يتيح لك رب الكون أن تتكلم بكلامه شكون أنت باش يعطيك رب الكون الكلام ديالو تتكلم به حتى أنت شيء عجيب حقيقة من تكريم الله لبني آدم. وهذه الحقائق قلت القرآنية تبصر العبد بأنوار هذه الأنوار تنطلق من بصيرته حينما يمتلئ القلب وتمتلئ البصيرة بالإيمان بهذا القرآن غير تأمن بالقرآن أنه كلام الله يقينا وقرأ أنا إذن وسترى أن الله عز وجل يتكلم معك أنت برأسك شي واحد أخر وستجد كل ما يهمك في هذا القرآن ولما كتكون البصيرة مفتوحة وتجي أنت غير تصلي الصلاة صلاة جهرية مر الإمام وما كيجيب لك الآية كتقول هادي عليا كتتكلم يحدث فعلا لأنك في تلك اللحظة في حاجة وافتقار إلى الله جل وعلا والقرآن يؤخذ بالافتقار إذا بغيت تأخذه ويعطيك ذلك الشيء اللي فيه خذه بالافتقار يعني بشعورك بأنك فقير إلى مولاك محتاج إلى هدايته فتتدفق آنئذ عليك الآيات كما يتدفق الغيث على الأرض الجافة الجدب ثم يكون الخصب وإنما الخصب الإيمان الذي يملأ به الرحمن قلبك وتكون آنئذ من العارفين لأنك عرفت فإذا عرفت تهنوا عليك. وإبليس ييأس منك يقول صافي هذا تبلى بالدين ما بقى الصالح لي شيء يقلب على شيء يقول آخر أقصى ما يفعله معك أنه يلهيك بالحسن عن الأحسن هذا هو المطمع ديال إبليس معك أي شيء غير يشوفك غادي تدير وحدة عندها في الآجر 100 ويقول لك يوريك وحدة عندها في الآجر 50 شوف هذه زوينة ويوريك ما يقدرش يوريك الشر لأن عارف أنت ما منكش في الشر والو ما بقاش معك يعطيك الهيك بديال 50 غير باش ما تديرلوش ديال 100 هذا الشيء اللي يقدر يدير معك إبليس الهيك بالحسن عن الأحسن والله عز وجل تعبدنا أول ما تعبدنا بالأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذه مرتبة أخرى من مراتب الإيمان حينما يتخلص الإنسان من شهواته ويسير نفسه وليس تسيره نفسه هذه سعرك عبد لله ولست عبدا لنفسك ولا لهواك ولا للشيطان آنئذ وقد فرغت لربك يفرغ لك ربك لأن الله عز وجل يعاملك على قدر معاملتك إياه إن ذكرته ذكرك إن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه وهلم جرى وإن نسيته نسيك سبحانه وتعالى ولا مشاحة في الأمثال بل هذه إما ترجمة لآيات أو لأحاديث في المعاني تعلمونها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله جل وعلا يخاطب الناس المسلمين والكافرين يهودا ونصارى ومجوس ولادينين كل شيء الناس مسلم وغير المسلم لأن ما زلنا في السياق السابق بدءا بقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون من هنا بدأ الكلام كما فسرناه وبيناه قبله بحمد الله فلا يزال السياق القرآني يحدث الناس أجمعين المؤمن والكافر ويقول للإنسان أي إنسان هو الذي خلق لكم يعني ربكم هذا الذي ذكرنا صفاته وكمالاته من حيث الحياة والإحياء قال جل وعلا
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا. وهذه من أعمق الآيات ضربا في الغيب. ما في الأرض، في الأرض أي باطنها وفوقها، بحرها وبرها، كل شيء، وهواءه، حتى الهواء المغلف للأرض اللي هو تابع للمجال الأرضي وتحكمه جاذبية الأرض، هو في الأرض داخل فيه. هذا التعبير ديال في الأرض، في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ها هنا أمران، جوج سورت، مفتاحان، مفتاح الخلق خلق، ومفتاح الإضافة والاختصاص. لكم، لام الجر يفيد الاختصاص، الله جل وعلا خلق ما في الأرض، يعني بدأ من الهواء، من المنطقة اللي كتحكمها الجاذبية، عشرات الكيلومترات في الهواء، كل هذه الله من تم ونتنزل حتى التراب، ثم ادخل في التراب حتى جوف الأرض، مرورنا على الطبقات الجيولوجية بشتى أشكالها وأزمنتها ومعادنها وبحرها جميعا. من اللي رب العالمين كان كيخلقوا أول مرة، عجيب، في اللحظة سبحانه وتعالى، وهو رب الزمان والمكان، لا يحصره زمان ولا مكان، اللي كان كيخلق فيها الأرض بهذا الشكل كان كيخلقها لينا. ونحن آنئذ أين؟ في علم الغيب، ما كاينش عندنا الأثر ديال البشرية. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اطلاقا، كاين غير في العلم الإلهي، لأنه جل وعلا سيكون كذا وكذا مليون سنة من الأرض ومن الخلائق التي يخلقها بعد فوق الأرض، وليس معها الإنسان. قصة الديناصورات معلومة عند الناس بزاف، فقد الديناصور قبل ملايين السنين من على وجه الأرض. فحال من مرة الإنسان يبدأ يشوف يعني ديك البرامج الوثائقية أو يقرأ المجلات المتخصصة، وزعما هذا الحيوان قدو قداش، يعني فيها أطنان وحش، يعني ما عندوش علاقة بالبشرية، هكذا يظن الإنسان، وبينه وبينه ملايين السنين. الآية حاكمة، رب العالمين قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعندنا جوج ديال العمومات كما يقول أهل الأصول. الأول ما تستغرق كل شيء تحتها، كل شيء اللي في الأرض. ثم عموم ثاني جاء على سبيل التأكيد، وهو جميعا، يكون كاين شي حاجة ما شي سوقنا فيها ما مخلوقاش لنا، ما يقولش جميعا، باش كيعطي فرصة للاستثناء، أما وأنه أكده بالجمع فالاستثناء إذن، كما في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فذلك الاستثناء ليس بصحيح، ديال إلا إبليس كيتسمى استثناء منقطع عند علماء اللغة والأصول. علاش؟ لأن إبليس ما كان شيء من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما الملائكة حتى واحد ما تخلف عن السجود، فهو استغراق الملائكة، يعني كلهم، أل تدل على الاستغراق، جنس الملائكة، الجنس ديالهم، سجدوا جميعا بأل، فسجد الملائكة كلهم. ثم أكده باش ما يبلش بالله الاستثناء اللي جاي من بعد خرج إبليس كأنهم الملائكة وخرج، لا، قال كلهم أجمعون، جوج ديال التوكيدات لتأكيد العموم ثلاث مرات. العموم الأول الملائكة، الثاني كلهم، الثالث أجمعون. فلما يجي إلا ما كيبقاش عنده اعتبار ديال الاستثناء، ولكنه عبارة عن قطع المعنى، يسمى استثناء منقطع، يعني أن إبليس أمر بالسجود مع الملائكة ولم يكن منهم، ولكنه أبى، غلب عليه أصله النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فإذا الله جل وعلا يقول لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض، وقلنا جميعا، ما في الأرض كل شيء، هذا عموم، ثم قال جميعا. ولذلك رب الكون سبحانه وتعالى تكريما للإنسان وتعظيما لشأنه، والإنسان وما أدراك ما الإنسان، مصيبتنا أننا لا نعرف أنفسنا، والله فعلا لا نعرف أنفسنا، ولو اكتشف الإنسان قيمة الإنسان عند رب الإنسان لتعجب من أمره حقيقة. رب العالمين كيهيئ لك الفراش ديالك منذ كذا وكذا مليون سنة، وهو سبحانه وتعالى يهيئ لك باش تعيش مزيان ثم لتكفر بعد ذلك، أو تفسق أو تفجر أو تضعف في عبادته وإن كنت من المسلمين. كرم الرب إنما يرد بشكر العبادة، ما عندكش حل باش ترد لرب العالمين الكرم دياله، ما كاينش نهائي الحل، عندك باب واحد أن تخضع عبد الله، أفلا أكون عبدا شكورا كما في الحديث، عبد شكر
التعبدي، هنا ديالك يا ربي دير بي اللي بغيت، أما أنا ما عندي من دير، لا أستطيع أن أفعل شيئا مما أرده لك. ومن أين أرد؟ من أين نجيب هذا الشيء أرده؟ ترد من ملكه لملكه، ترد من خيره لخيره، وأنت نفسك منه وإليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، جاي كيتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم كيقول له هاد العظام ها هو طحنهم وردهم غبران فخ فيهم، قال له شكون اللي يحييهم ونسى القلده ديالو قداش بعدا، هو منين جا؟ من اين اتى وكيف خلق؟ قلب على راسك انت عاد شوف هم العظام، همك انت بعدا منين جيت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. عجيب الحقيقه، كل شيء اذا في الكون، الحيوانات التي بادت انما بادت لتهيئ الحياه لنا في الارض، هواءها وجبالها وأشجارها ومعادنها. رب العالمين سبحانه وتعالى كان عنده معمل ولا يزال معمل، معمل كيدخل فيه مكونات ليصنع لك أنت الحياة، حياة في أرض تتدفق بالأكسجين، وجعل لذلك خواص دقيقة ومواد غريبة صنعها وأحياها وأعاشها ثم أماتها لتكون بعد ذلك وقودا للحياة البشرية بعد ملايين السنين. يدخل في ذلك الديناصورات وأنواع الأسماك التي بادت منذ أزمنة قديمة وما تحول من هذه وتلك إلى غازات وبترول وفوسفات ومعادن يستفيد منها الإنسان الآن. هو الذي خلق لكم، ما خلقوش الملائكة لكم ولا للجن لكم ولا لأي شيء لكم، ما في الأرض جميعا، ما تخرج حتى حاجة من بالك. ثم استوى إلى السماء، قد لك الأرض، صنعها لك على أدق ما يكون التصنيع، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني هذاك الشيء اللي يقدر يضر لك في بالك راه سقلوا الخبر وراك يقول لك الكلام اللي قالوا لك ما يعودوش، تقول أودي وهدي وقيل ما دخلش، لا جميعا جميعا. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والسماء بعد ذلك على بعدها وعلى غيبيتها جعل بطنها لنا لا لغيرنا، الفوق ديالها ديال مواليه ديال الملائكة كما في الحديث الصحيح، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بها موضع قدم وفي رواية أربعة أصابع إلا وبه ملك ساجد أو راكع أو قائم. أطت السماء تأط يعني بحال ذاك الكرسي أو منبر أو أي شيء يطلع فيه شيء واحد بدين تقيل عمر وكيبدأ ذاك العود كي يزوي، هذا أطيت. السماء متقلة متقلة بالملائكة، ملايين الملائكة لا يحصى للملائكة عدد. حدث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن البيت المعمور وقد رآه في ليلة الإسراء والمعراج، البيت المعمور يدخله كل يوم أو يقصده كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. قال شارح الحديث لا يعودون جوج ديال المعاني احتمالات، الأول هو أنهم كيدخلوا ليه وما كيعودوش يخرجوا، والثاني أنهم بحال البيت ديال الكعبة اللي في الأرض مكة كعبة. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر، كيجيو كيطوفوا عليه 70,000 وكيمشيو كيجي 70,000 خرين، أما هذوك اللي طافوا ما كيعودش يرجعوا. وهكذا خلق الله الملائكة وهم على هذه الحال، كيجيو يحجوا تما يطوفوا بالسبعين ألف السبعين ألف اللي دازت ما كتعودش إلى يوم القيامة. قال الشيخ العثيمين شارح العقيدة الواسطية وهذا هو الأرجح في تفسير الحديث أو شرحه رحمة الله عليه، حقيقة الكون راه ما يعرفه غير مولاه اللي خلقه، ممتد امتداد غريب. إذن السماء السطح ديالها ديال مواليه، السقف ديالها ديالنا، السقف اللي هو الظهر ديالها أو البطن ديالها بالأحرى اللي كيبان لنا يعني فضاؤه، أما يعني السقف الحقيقي ديال السماء ما يبانش، وإنما يظهر للإنسان فضاؤه الهوى ديالو. هاد الهوى ديالو يجعل فيه ربي تعالى الكواكب والنجوم والمجرات. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، السماء الدنيا زينها رب العالمين بزينة الكواكب للإنسان، ولذلك سماها الله عز وجل سقفا لأن احنا اللي كتهمنا السقف.
وسقف هو البطن ديال البني ماشي الظهر ديالو، الظهر ديالو سطح والبطن ديالو سقف. فاحنا كيهمنا سقفا محفوظا، محفوظا بالملائكة التي تحفظه من أن يقترب منه شيطان، لأن من تم لهيه كاين الملأ ديال الملائكة وعندهم أسرار أو بعض أسرار وبعض أخبار الكون مما آذن الله به. فكانت الشياطين تصعد تصعد حتى تقترب من باب السماء لتسترق السمع ما تتلقى الملائكة وما يلقي بعضها إلى بعض من أخبار ويجيبه الكهنة. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. صارت السماء بعد نزول القرآن محفوظة، كاينش اللي يقدر يقرب. تحاول الشياطين لكنها تتلقى الشواظ وتتلقى السهام النارية فتفشل، ولذلك تلقي إلى الناس بالكذب. ومن هنا حرم الإسلام اللجوء إلى الكهنة والعرافين. للأسف الناس فين هما والدين فين هو، ويختارون الاحتمال الأخسر. عنده جوج الاحتمالات، واحد يربح وواحد يخسر، كاين شي يخسر غير ذاك اللي خسر. هذا الذي يذهب إلى العراف أو الكاهن اش باغي؟ باغي جوج حوايج، باغي يعرف الحقيقة داكشي اللي واقع له، واش مسحور ماشي مسحور، باغي كذا الى اخره، شكون اللي سرق له شكون اللي دالو، يعرف الحقيقه. ها واحد ثم باغي يقضي حاجته، ما عندوش شي حاجه. اما الحقيقه فكذب المنجمون وان صدقوا، لان الصدق ديالهم كيجي غير صدفه. وياتي فتنه للناس، فتنه باش بنادم كيزيد والعياذ بالله، وهذا استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كتقول والله لا عنده الصح، مشيت في المزاح. ذلك هو الشرك الأكبر، من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد. وهذا نص الحديث النبوي الشريف. يعني هذه علاش كيقلب الشيطان، هو باش يصدق داك الشيء مقد لك مع أمور ديالك وتقول عنده الصح. أمشيت انتهى أمرك إلى قرارة الكفر إلا أن تتوب، فإن لم تصدقه فقد بطلت لك صلاة 40 يوما عقوبة على هذيك المشية اللي مشيت لعنده واخا ما صدقتش أو ما طلعش ذاك الشيء دياله هو هذا، تقول كذب عليا 40 يوم مشات. نسأل الله العافية. الحق إذن عند الله وحده، لا علم لأحد بأمر الغيب إلا بما يأذن الرحمن لأنبيائه وما يأذن به بقواعده المشروعة مما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الرؤى. أوليس كان ممكنا أسهل ما يكون وأقل خسرانا بالمعنى الأخروي وبالمعنى الدنيوي، ما تخلص ولو. أما الكاهن فيستنزفك، يسرب منك المال كله يستنزفك. والله عز وجل يطلب منك شيئا واحدا، أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتخلو بمولاك، لا أحد معك غير أنت ومولاك اللي خلقك، تخلو بمولاك في جوف الليل الآخر، تصلي ركعتين خفيفتين، قرأ غير الكافرون، وهي براءة من الشرك كما في الحديث الصحيح، والإخلاص قل هو الله أحد، الإخلاص التي هي ثلث القرآن، اقرأ هاتين السورتين واركع واسجد بيقين أن الله عز وجل كما تناجيه يناجيك، وحينما تخلو به يخلو بك جل وعلا. ورد في الصلاة الخلوة أحاديث عجيبة، من هذا الحديث الذي هو صحيح الإسناد وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع الصغير. صلاة الرجل النافلة بحيث لا يراه الناس خلوة، بحيث لا يراه الناس تفضل صلاته، يعني النافلة بحيث لا يراه الناس ب25 درجة. يعني بلغة أخرى إذا خدمنا بلغة الحساب، لما تصلي النافلة وانت وحدك في خلوة عندك الأجر ديال الفريضة، ما بقتش نافلة في الأجر. القيمة التي عندها هي قيمة الفريضة، وأحب العبادات إلى الله الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والحديث الأول والثاني كلاهما صحيح الإسناد. تخلو إلى ربك إذن وتصلي هاتين الركعتين وتطلبه بدعاء الحاجة. وفي الحديث قول الصحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا صلاة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن.
ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كيحدد الصحابة بالحديث ديالو كيحرص عليهم يحفظوا الحديث بالشكل اللي كان كيحرص عليهم لما كيتكلم لهم بالقرآن إطلاق هذه شكل وهذه شكل، بل كان يمنع كتابة الحديث، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، حدثوا عني ولا حرج، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. القرآن كان عطيه قيمة خاصة لأنه الكلام المباشر لرب العالمين. وهذا الحديث ديال صلاة الحاجة كيقول فيه الصحابي هذا الكلام هذا ماشي عادي، يعني أنه كان كيعلموا لنا كما يعلم لنا السورة بالقرآن. إيش معنته؟ معنته أنه كما كان يحرص على تعليمنا القرآن بذلك النفس وبذلك الحرص علمنا صلاة الحاجة. اشتعر بأن قيمتها خطيرة، فيها من بين ما فيها الإخلاص الكامل لله، وهذا هو اللي كيطلب رب العالمين من العباد. والإخلاص هو عين التوحيد، التوحيد الكامل هو الإخلاص، أن تكون مخلصا لله كما يعلمنا السورة من القرآن. وتطلب مولاك ما معك التوحيد، خلوة بين يدي ربك وحده لا شريك له، كن على يقين أن الله جل وعلا سيجيبك قطعا، يجيبك ولا يردك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، يكشف لك الحقيقة الغامضة برؤيا أو بأمر من أمور الدنيا، تتلقاه قدامك وتجد حاجتك، تربح الدنيا وتربح الآخرة، ومع الكاهن تخسر الدنيا وتخسر الآخرة، وخسران الآخرة هو الخسران المبين نعوذ بالله. هذا كيتسمى بلادة، والله إنها لا بلادة، وإنما البليد هنا من يبلد حسه من لا يعرف الله. أما اللي يعرف الله عز وجل والله ما يتخلى على بابه ويمشي للشيطان أبدا، لا يحدث هذا، لأنه حينما يطرق باب الملك الكريم يعرف أنه يطرق باب الخير كله، ما بقيش خير من بعد خيره سبحانه وتعالى، فماذا يصنع عند الكذبة؟ ولذلك رب الكون سبحانه وتعالى وقد جعل لنا هذه الحياة بهذا الشكل، أرض لنا بما فيها جميعا، سماء أعطانا فضاءها ونجومها وكواكبها لنا، حركة الأفلاك كل حركة الأفلاك لتكون الحياة في الأرض على أحسن قوام يصلح للبشر بأزمنتها بجمالاتها وكمالاتها. الجمال، الجمال مقصد من مقاصد التكوين الإلهي لك أيها الإنسان. حال واحد مع الأسف هذه من الحقائق القرآنية العجيبة كيسحب له زعما شي المناظر الجميلة راه غير جات هكذاك، لا، أعطاها الله لعينيك لتتمتع بالجمال أيضا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الغنم يتكلم عن الغنم وعن الجمال، الأنعام فيها اللحام فيها الصوف فيها الوبار، كانوا يصفروا عليها الناس، قاتلوا عليها الناس، يديروا عليها المسابقات، الآن كل شيء فيها. وفيها أيضا أنك ملي تتكي على الحصيدة ولا على الربيع وتشوف القافلة ولا الفرقة ديال الغنم 200 راس ولا 400 راس غادي كتسرح تبقى تشوف ذاك الخير ديال مولانا واحد المنظر، كأجمل ما يكون الجمال. تربية الذوق الفني لدى الإنسان المؤمن المسلم ماشي مسدود ما كيتذوقش، بالعكس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتذوقين، جميل في خلقته كمله الله خلقا وخلقا، جميل في خلقه، جميل في معاملاته، جميل في تربيته. جاء مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الكبر النفخة وينهى عن إسبال الإزار. العرب كانت عندهم واحد العادة أنه اللي بغيت يفخم على عباد الله كيدير بحال بيبي ولا بحال الطاوس، يبدأ يجر جليله في الأرض، يدير سلهام طويل ولا جلبة طويلة فبوردة أجرها، إن الملوك قديما كانوا يطولوا الأزيال ديالهم وكيجيو العبيد ديالهم يهزلهم داك الشيء من اللور وهو غادي غادي بحال بيبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا وحرمه لأنه كبرياء، وجعل ما أسفل الكعب من الإزار في النار. طبعا إذا بني على هذا القصد ونحن نقيده على منهج علماء أصول الفقه بهذه النية اللي عنده هذه النية ديال الفخمة والفخر على عباد الله. طيب واحد الصحابي كيسمع هذا الكلام وتخلع، قال عنده يكون حتى اللي لبس مزيان داخل في هذا الكلام. قال له يا رسول الله كيتكلم معه خايف، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جميل ويحب الجمال ويحب معالي الأخلاق،
ولكن إلا غتكون جميل في التوب وزين حتى الأخلاق ديالك. كناية عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلطيف جدا في التربية باش ما يجرحوش. إياه مزيان راك تأنق الجلبة ديالك النعيلات ديالك ولا الصبيب ديالك، ولكن أنق الأخلاق ديالك حتى هما باش اللي شافك يقول الله يعمرها سلعة، واللي عاشرك يقول الله يعمرها سلعة. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أخلاق السفيهة الساقطة سفاسف. هذا الجمال الذي في الكون أيضا خلق لنا، حتى هو داخل في هذه الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أحد المرة كانوا شي مؤمنين هناك يبيعوا الحمام، واحد فيهم حدثني على واحد النوع ديال الحمام، قال لي كيطلع بشكل عمودي، كيطلع يعني بحال الصاروخ، لأن عادة الحمايم كيطلعوا بشكل ديال الطيارة العادية، كيمشيو هما غاديين وما يطلعوا بخط انحنائي ولكن تصاعدي. قال لي ودي كاين واحد الحمام كيطلع بحال الصاروخ نيشان، كيطلع حتى لواحد المسافة في السماء وكيبدا يدير تشقليبة، كيبدا يتقلب. أنا سمعت به وكتب الله عز وجل، سافرت لواحد البلاد خارج المغرب في تركيا وشفته كثير تما، وبديت نتعجب ذاك المنظر عجيب جدا سبحان الله العظيم. حمام ما به ما عليه غير كيلعب ياكل ويشرب ويطلع في السماء بواحد الشكل فعلا عمودي، كتقول اش من قوة عنده سبحان الله العظيم عطيه ربي ذوك الجدع باش كيقدر يطلع هكذا، لأن صعيبة تطلع هكذا، يطلع بشكل عمودي طالع حتى لواحد المسافة معينة وبدا يدور جوج دورات ثلاثة دورات وهو نازل. كان واحد الرجل من الصالحين أحسبه كذلك من هل هذيك البلاد، قلت له شوف هذا الحمام عندكم عجب. قال لي ودي هذا عنده معايا قصة، شي تلميذ هو كان أستاذ ديال البيولوجيا، هذا الأستاذ اللي نعرفه أستاذ علوم الحياة، كان كيقري في القسم الثانوية، سولوا واحد التلميذ قال له ودي علاش هذا الحمام كيدير هذه الحركة زعما اش معناتها، قال له واحد الجواب عجيب حقيقة وهو فعلا من الحقائق القرآن أخذ من هذه الآية ولكم فيها جمال. قال له الله سبحانه وتعالى خلق الحياة على أنماط، وهذه الأنماط أحيانا كنولفوها وكتولي عادية، ما كنبقوش نتعجبوا فيها وما نبقوش نتفكروا، لأن العادة تقتل الحس، العادة من التعود شيء حاجة ما تبقاش تشعر بها، وحينما لا تشعر بها لا تستطيع أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. ومعلوم أن التفكر من أرقى أنواع العبادات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالله سبحانه وتعالى كيخرق لك هذه العادة من حين لآخر بواحد شكل آخر باش يقول لك انتبه شوف فيها راني شي طير غريب. عجيب حقيقة، لأنه يصنع ذلك لمن؟ حقيقة لا شك له وظيفة مع أنثى، ممكن مع الزوجة دياله، ولكن أيضا لأن ما خلق شيء الحيوانات لروسها، ما كاين شي حيوان اللي تخلق لراسه، كل الحيوانات خلقت لنا، وخورة كيلعب مع الأنثى دياله، ولكن لك أنت باش تفرج وتأمل وتقول هذه العبارة ديال سبحان الله نهار تصليها ذلك هو القصد من خلقه أو قصد من مقاصد خلقه لتسبح ربك سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ثم لينبهك هذا الحمام على الحمام الآخر باش يقولك وراح تذاك الحمام الآخر راه غريب راه غير محيط هذاك راك ولفته نسيته وعود شوف فيه التهوى وتأمل، وستجد الغرابة فعلا في كل خلق الله مما تعودت عليه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تبقى عمرك كامل وانت تقرأ هذه الآية وتعودها، كل قراءة جديدة تعطيك مشهدا جديدا، وينتهي العمر ولا ينتهي القرآن. مشكلتنا مع القرآن أننا لم نكتشفه ولا نحاول اكتشافه. سافروا إلى القرآن، نوضوا ترحلوا للقرآن، سافروا إليه، فإنه كتاب عال بأيدي سفرة كرام برر. سافروا إلى القرآن، وإنما السفر إليه تلاوته والإدامة والدوام على ذلك. حفرا احفر ما تيأس، ستكتشف يوما، ستصل يوما على مقدار الصفاء الذي حققته في قلبك. ما زال ما وصلتش، بقي الدنيا عندك مخلطة، ما زالت فيك رغائب تربطك إلى بعض الآثام، تجرد من أهواء الآثام، تجرد من الخطايا، تب إلى الله عز وجل وأب إليه أوبة كاملة وتوبة نصوحة، تنفتح الأبواب لك جميعا. بقى حتى باب مسدود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه من الآيات المحكمات، فيها الشرط فيها جواب الشرط بقوة، يجعل له مخرجا يعني 100%،
ما لقيتش المخرج ما حققت الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط فلن يتحقق جوابه. يعني عندك جوج الاحتمالات، ما لقيتش المخرج، ما جاش الرزق، إما الله كذب عليك سبحانه وتعالى، ولا أنت خدمة ديالك ناقصة، أكيد خدمة ديالنا كلنا ناقصة. فإذا تعود إلى التصفية، تعود إلى التخلية، تعود إلى التهذيب والتشذيب، ربما قد يكون بعض أخلاقك ناقصا. هذا الصباح وأنا خارج من الدار غادي لواحد المستشفى، نجيب شي حد من المستشفى، واحد المرأة كل يوم كدوز عندي في باب الدار كتسعى بالكروسة ديالها. ايوا النهار الاول تعطيها درهم الله يقبل، النهار الثاني هذا النهار قلت وين هذه المرأة صدعتني، هذا الشيء جاني في خاطري، ما قلتوش بلساني ولكن هكذا جاني في خاطري، صدعتني. الدوام كيطيب مولاه كيقولوا زمان ما كيرفض الله اكبر غير الجامع. قلت شوف سبحان الله شحال بنادم ضعيف، دابا هذه غير كدوز ما كتقوليش عطيني بزز، كتسعى وقنطتني. رب الكون شحال من واحد كيسعى عنده، انا وانت الملايير ولا عمرو قنط بشي واحد سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، فعلا حقيقة مشهد فعلا في ضعف، حالة من حالة الضعف البشري كتخليك تشوف شحال عندنا ديال التقابي، ومنين يمكن يكون دخل لي كلمة وما جاش الجواب، طلبت الله ما عطاكش، ما عطاكش شي تقباك عين، راجع راجع ولا تمل من المراجعة، فإن الإنسان خلق ضعيفا وجبل على الخطأ. لو لم تكونوا تخطئون لجاء الله بأقوام يخطئون ثم يتوبون فيغفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسلك سد ثغور إبليس، المجاهدة، لأن هذا الشيء اليوم غدا، وهذا الشيء اليوم غدا كيتسمى المجاهدة، تجاهد نفسك في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد في الله، تجاهد نفسك، وخير سلاح تجاهد به النفس القرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. هز القرآن بيدك، ليس كمصحف ولكن كتلاوة وكمعان وكتدبر وكحقائق قرآنية، وجاهد به نفسك، وجاهد به الشيطان، وجاهد به الشر في المجتمع، تنتصر، ما عمرك ما تنهزم بالقرآن، سلاح القرآن لا ينهزم ولم ينهزم قط ولن ينهزم أبدا. سلاح القرآن أفتك بالشر من عصا موسى، ياك معجزة سيدنا موسى رقم واحد هي العصا، يا معجزة سيدنا محمد رقم واحد هي القرآن. فإذا كانت العصا قد تحولت إلى ثعبان أو إلى حية تلقف ما يافكون من حبالهم وعصيهم، فهذا القرآن فيه من الأسرار. عاد قلناها في البداية، ما في الإنجيل كل الإنجيل، ما في التوراة كل التوراة، ماذا بقي للأنبياء بعد القرآن العظيم؟ هم تبع لمحمد عليه الصلاة والسلام، ماشي غير جاهك ذاك التشريع الرباني والقدر الإلهي، ودار سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم كما في الحديث الصحيح، إمام الأنبياء، ولو بعث نبي من الأنبياء السابقين يطلع اللي بغى يطلع منهم أجمعين عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا يحل له إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما أحل له إلا أن يتبعني. وفي عقيدة المسيح، يعني العقيدة ديالنا احنا في بعثة المسيح، إن المسيح قد يجي بين يدي أواخر الساعة، قد ينزل الأرض كما يخرج المهدي من هذه الأمة. الشيخ العثيمين في العقيدة الواسطية للشيخ بن تيمية أصلا وهو شارح، طرح هذا الإشكال، قال ياك عارفين بأن سيدنا محمد ممنوع حتى شي نبي ولا رسول، فكيف يأتي عيسى بعده وهو يقول أي محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي؟ أهو جاء يحل هذا الإشكال الشيخ رحمة الله عليه ويقول لا يأتي بصفة النبوة، ما كيجيش بالصفة ديال النبوة والصفة ديال كون رسول، لا، وإنما يأتي بصفة التبعية لمحمد عليه الصلاة والسلام، يتشرف ليكون واحدا من هذه الأمة، فيدعو إلى القرآن لا إلى الإنجيل، ويرفع راية التوحيد، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويقاتل النصارى. هذا القرآن كما هو خاتمة الكتب، هو الخاتمة ديال الكتب، كذلك هو فاتحة الكتب، يعني الكتب الأولى مما نزل هي في هذا القرآن. ولو اكتشف المسلمون اليوم القرآن لاجتمعوا في رمشة عين، قاعدك شي اللي كيوحلك في عقلك يتحل بالقرآن، سحر سحر،
سحر رباني. شي واحد تبقى تذكر له على انه مازال المسلمين غادي يتجمعوا ويكونوا دوله وحده وتولي الخلافه الاسلاميه وتولي البلاد من طنجه الى جاكرتا، من اقصى الغرب الى اقصى الشرق الاسلامي، مليار ونص ديال المسلمين مازال يتجمعوا في امه واحده تحت سياده واحده تحت خليفه واحد يكون خليفه راشدا. احاديث كثيره تقول هذا. بنادم كيبدا يجي في مخو بعيد هادشي، حال الامه مزقه مشتته مكرفصه، خيانات كوارث، شي كيبيع شي بنادم يبيع بواحد درهم عساك البلاد ديالو. الله عز وجل لا يريد هادشي اللي كاين، غير ربي ما باغيش. لو اراد لقال للامه كوني فتكون، وجعل لنا هذا القران فيه هذا السر. نهار اذن الله، غير يعطي رب العالمين الاذن للامه، نهار إذن الله عز وجل بأن تجتمع الأمة يستيقظ الناس على القرآن، يكتشف الناس القرآن، وغادي تشوف شحال يولي سبيق للقرآن، يتسارعون ويسارعون إلى القرآن تعلما وتعليما وتفقها وتدبرا، ويصبح حديث الأسرة لا حديث سواه، ويصبح مادة الإعلام. قال الأخبار وقع هنا مات لهيه، قال أخبار أنا إذن تأتي بحقائق القرآن. واحد الممل هيك اكتشف كذا وكذا في القرآن، قال كذا وكذا في القرآن، حقائق. حل الأمة تكتشف الذات ديالها، كأنما تكتشف معادن القرآن. يتم هذا حينما يأذن الله في ظرف وجيز، ما يكون في المدة طويلة. علاش؟ لأن من خصائص الإعجاز السرعة، وإلا ما بقاش الإعجاز في القرآن. سيدنا موسى ضرب البحر، النيل ضربه بالعصا مره واحده تفرق صافي، ما بقاش الا في اقل من 24 سنه. سيدنا محمد صنع امبراطوريه عمرها ما وقعت في التاريخ، لم يحدث في التاريخ قط في تاريخ الامبراطوريات ان شي امبراطوريه بهذا الجهد ديال الامه الاسلاميه صنعت في ربع قرن. كايناش ومناش، من الصفر، من الصفر بدا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ابدا بعرب همج يقتلوا بعضهم بعضا ويدفون الواحد منهم بنته، باقي شي فقدان إنسانية، بنادم يشد بنته حية ويدفنها في التراب، هذا ما كاينش شي وحش بحاله. حديث العجيب. لذلك الصحابي الذي جاء يبكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وراه سلم وكيتذكر الجريمة دياله في الجاهلية وكتنوض عليه وكيبغي حماق رضي الله عنه وأرضاه، كان في المدزت عنده البنت كيدفنها حية، غير تزاد يدفنها حية في الأسبوع ولا الأسبوع الثاني ديالها دفنها حية، بدا يتحايل على أمها حتى يسرقها لها ويمشي يدفنها حية. هادشي اللي كيديروا، لأن الأم أم كتشد بنتها، ولكن باها كيسرقها لها ويمشي يدفنها حية. واحد المرة المرأة ديالو كتولد وهو مسافر، الله ارتحت، ما كاينش الرجل، غبرتها، جا الرجل عطاتها لصاحبتها كتربيها حتى دارت 8 سنين وأصبحت جارية لطيفة وظريفة وكتسخر ونعام واحد الكمال والجمال ما شاء الله. قال دابا ما يمكنش يقتلها، ما يمكنش يدفنها حية، وجبتها له لأنه في ديك السن راه كيمشي ويشريوهم. قالت له تعرف شكون هادي؟ قال لها شكون؟ قالت له بنته. إيوا خبع القضية في نفسه، هي ظنت بلي راها الأمور بخير، هو راه بيت الجريمة في النفس ديالو وتحيل عليها اليوم وغضى وبعد غضى حتى واحد المرة يعني حتى اطمأنات لهم، قالت صافي راه يعني فعلا راه دخلت له في قلبه، ما يقدرش يقتل بنت قريبة تكون عزبة. وثمان سنين العرب راه كانوا كيتزوجوا، عائشة رضي الله عنها راه تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين ودخل عليها في 9 سنين. والبيئة العربية عندها خصوصية في إنضاج الأنوثة في وقت مبكر، طبيعة الجو طبيعة البيئة. فأخذها إلى مكان خال بعيد، لواحد البير في شي خلية بعيدة، بير لا قرارة له، وطلت هو وياك يطلوا طللها هو يدفعها. فكان آخر ما سمع منها يا أبتاه، كتعيط عليه وهو باه، حقيقة وحوش. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ويحكي قصته، فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام حتى اخضلت لحيته. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يبكي حتى فزقت اللحية ديالو. الصحابة داروا في هذاك الصحابي، قالوا ليه علاش قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء هذا آذيته؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يحكي ما أهمه. قال له قوم، الإسلام يجب ما قبله. ماشي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصفر، لا بدأ من تحت الصفر، هذا ماشي الصفر، هذه
الصفر هو الإنسانية العادية، هي الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجلسانه، هذا هو الصفر. أما هادو الإنسانية ما بقاش، هذا تحت الصفر، فأقل من 25 سنة من هادو، ماشي مش وحدين أخرين، هاد الوحوش صنع منهم معلمين ديال العالم، صنع منهم عليه الصلاة والسلام قادة ديال البشرية، يضربون المثال في رقي الأخلاق، المثال في المحبة والعطف. سيدنا عمر كان من هذا النوع، تهو دفن بنت وحية رضي الله عنه، وكان يعبد صنما من الحلوى، صنم كيصوبوا بيده من الحلوى، يعبدوا في النهار عشية من اللي يجي الجوع كياكلوا، يعني وضع العربي كان فيه الضحك والبكاء، سبحان الله العظيم، يعني التناقض. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب يصبح قمة حينما أسلم، عبقريا فاروقا يفرق الله به بين الحق والباطل، ويكون خليفة للمسلمين في عهده بعد وفاة رسول الله ووفاة أبي بكر الصديق صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. عمر يجوع الناس وتضرب المجاعة الناس، ويخرج بالليل ببطن فارغ أخمص الجلدة، تعرفون الأخمص، الأخمص هو اللي جاع الجلدة ديال الكرشو بدات كتسقلو مع ظهره بالجوع، يعني المصار نشفوا، تغدو خماصا وتروح بطانا، ويأبى أن يأكل شيئا رضي الله عنه. كان عنده الحق، هو رئيس الدولة كيتخلص من الخزينة، رئيس الدولة كيتخلص من الخزينة، ما قدرش يأكل، يرى أبناء المسلمين جوعا، لأن داكشي اللي كاين ما كافيش، يتوزع كل واحد يشد طرف طرف، ما يكفيش، لا يستغرق الناس، ويأكل الزيت فقط حتى اصفر وجهه بالجوع. فين كاين هاد المثالية؟ شحال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بس صنعها؟ سنوات، بضع سنوات، وصنع عمر الخطاب وأبا بكر الصديق وخالد بن الوليد والآلاف، ماشي عشرة هذو ولا مئة، الآلاف. اش معمل كان عنده؟ صنع وحدة القرآن، راه ما كان عنده ولو من غير القرآن، القرآن وما ألهمه الله عز وجل من الحكم من سنته عليه الصلاة والسلام. وإنما سنته، شنو هي السنة؟ مشكات من القرآن، نور أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. هذا القرآن أبقاه الله لنا معشر المسلمين لنوقده من جديد. حل الموتور ديال السيارة خصك غير الديماري، احنا ما باغيينش ندوروا الساروت ديال المحرك، لو تفعلها تنطلق إذن شرارة النور، ديرها تشوف الدشاش ديال النور يطير، وتبصر الحقائق، ويتحرك القرآن، ماشي انت، ماشي انت، القرآن يتحرك ثم ينير على العالمين. وإذا بالناس يقبلون على هذا الكتاب وعلى الدين وعلى ربهم تعرفا وتعريفا ومحبة وتحبيبا، اللي حب رب العالمين كي واللي عنده الشوق يحبب الناس في رب العالمين، واللي عرف رب العالمين كي واللي عنده الشوق يعرف الناس برب العالمين، وتنتشر المعرفة في الناس برب العالمين. اقرأ القرآن هذا رمضان، حاول أن تبدأ الطريق، هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم بصرنا بحقائق القرآن، وعلمنا القرآن، واجعلنا ممن يتعلم القرآن، واجعلنا ممن يعلم القرآن. اللهم اجعلنا لك وحدك لا شريك لك، مخلصين لك لا شريك لك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واحفظنا بحفظ الدين. اللهم واجعلنا لك من العابدين التوابين السالكين الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من الصائمين حقا، اللهم واجعلنا من الصائمين صدقا، اللهم واجعلنا من الصائمين حقا، واجعلنا من الصائمين صدقا، واجعلنا من القائمين التوابين الشاكرين. اللهم علق قلوبنا بمساجدك، اللهم علق قلوبنا بمساجدك، لا نخرج حتى نعود، حتى نعود بشوق ونعود بحنين إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف غطاء قلوبنا، اللهم اكسر أغلال أنفسنا، اللهم بصرنا بك وبصرنا بحقائق كتابك، واجعلنا من المحبين لك والمحبين لرسولك والمحبين للصالحين والصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان
الشيطان، ونعوذ بك من أنفسنا، ونعوذ بك من أهوائنا، ونعوذ بك من فتن هذا الزمان ومن فتن كل زمان. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، ونسألك من الخير كله، إنك أنت الرحمن الرحيم الملك الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.